بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة آل عمران، قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قال: هي خطأ من الكتاب، وهي في قراءة ابن مسعود: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وأخرج ابن جرير وعن الربيع أنه قرأ: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال: وكذلك كان يقرأها أبي بن كعب. قال الربيع: ألا ترى أنه يقول: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. الحمد لله، يقول: لتؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولتنصرن. قال: هم أهل الكتاب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن أصحاب عبد الله يقرؤون: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ونحن نقرأ: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. فقال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاووس اليماني في الآية قال: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عن طاووس في الآية قال: أخذ الله ميثاق الأول من الأنبياء ليصدقن وليؤمنن بما جاء به الآخر منهم. وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يبعث الله تعالى نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم: لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، ويأمره فيأخذ العهد على قومه، ويأمر ذلك النبي ليأخذ العهد على قومه. ثم تلا: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: هذا ميثاق أخذه الله
على النبيين أن يصدق بعضهم بعضا وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته، فبلغت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كتاب الله ورسالاته إلى قومهم، وإذ وأخذ عليهم فيما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله في الآية قال: لم يبعث الله تعالى نبيا قط من لدن نوح إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي، وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء. وأخرج ابن جريج عن الحسن في الآية قال: أخذ الله ميثاق النبيين ليبلغن آخركم أول أو ليبلغن آخركم أولكم ولا تختلفوا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: ثم ذكر ما أخذ عليهم يعني على أهل الكتاب وعلى أنبيائهم من الميثاق بتصديقه، يعني بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم وإقرارهم به على أنفسهم. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت رحمه الله قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه لضللتم، أنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وأخرج أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، أنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قرأ: لما آتيتكم ثقل لما. وأخرج عن عاصم أنه قرأ: لما آتيتكم مخففة، وهذه قراءة حفص عن عاصم، لما آتيتكم بالتاء على واحدة يعني أعطيتكم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إصري أي عهدي. وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله قال: فاشهدوا، يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم، فمن تولى عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم فأولئك هم الفاسقون هم العاصون في الكفر. وفيها تلميح أيضا، والله تعالى يعلم أن هؤلاء الأنبياء لن يدركوا زمان محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى من حكمته أن هذه الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه لأمته أن هذا النبي الذي أخذ الله ميثاق النبيين من أجله
عظيم عند الله تعالى، مقدم على سائر الأنبياء والمرسلين. قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أخرج الإمام الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أما من في السماوات فالملائكة، وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. وفي الحديث: يعجب ربك من أناس يقادون بالسلاسل ومآلهم إلى الجنة. وأخرج الديلمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: الملائكة أطاعوه في السماء، والأنصار وعبد القيس أطاعوه في الأرض. وأخرج ابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال حين أخذ الميثاق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: عبادتهم لي أجمعين، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، عبادتهم لي أجمعين. طوعا وكرها، وهو قوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس: وله أسلم من في السماوات، قال: هذه مفصولة، ومن في الأرض طوعا وكرها. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وله أسلم، قال: المعرفة، اللهم عرفنا بك يا أرحم الراحمين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في الآية قال: هو كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فذلك إسلامهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في الآية قال: كل آدمي أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده، فمن أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرها، ومن أخلص لله العبودية فهو الذي أسلم طوعا. اللهم اجعلنا من جملة الطائعين. وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال: أكره أقوام على الإسلام وجاء أقوام طائعين، أي حال كونهم طائعين. وأخرج عن مطر الوراق في الآية قال: الملائكة طوعا، والأنصار طوعا، وبنو سليم وعبد القيس طوعا، والناس كلهم كرها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: أما المؤمن فأسلم طائعا فنفعه ذلك وقبل منه.
وأما الكافر فأسلم حين رأى بأس الله، فلم ينفعه ذلك ولم يقبل منهم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: في السماء الملائكة طوعا، وفي الأرض الأنصار، وعبد القيس طوعا، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الإحساء إلى المدينة طائعين مسلمين مقبلين، وفيهم الأشج بن عبد القيس، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن الشعبي: وله أسلم من في السماوات، قال: استقادتهم له. وأخرج عن أبي سنان: وله أسلم من في السماوات والأرض، قال: المعرفة، ليس أحد تسأله إلا عرفه سبحانه وتعالى. وأخرج عن عكرمة في قوله وكرها، قال: من أسلم من مشركي العرب والسبايا ومن دخل في الإسلام كرها. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرأوا في أذنه: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأخرج ابن السني في عمل يوم وليلة عن يونس بن عبيد، عن يونس بن عبيد قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقرأ في أذنها: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض الآية إلا ذلت له بإذن الله عز وجل. قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أخرج الإمام أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أخرج الإمام النسائي وابن حبان وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار فأسلم، ثم ارتد ولحق بالمشركين، ثم ندم فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم.
وأخرج عبد الرزاق ومسدد في مسنده وابن جرير وابن المنذر والبارودي في معرفة الصحابة قال جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر فرجع إلى قومه فأنزل الله تعالى فيه القرآن كيف يهدي الله قوما إلى قوله رحيم فحملها عليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدوق وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن السدي في قوله كيف يهدي الله قوما الآية قال أنزلت في الحارث بن سويد الأنصاري كفر بعد إيمانه فأنزلت فيه هذه الآيات ثم نزلت إلا الذين تابوا الآية فتاب وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد في قوله كيف يهدي الله قوما الآية قال نزلت في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه فجاء الشام أي ذهب إليها وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن جريج عن مجاهد في الآية قال هو رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال لحق بأرض الروم فتنصر ثم كتب إلى قومه أرسلوا هل لي من توبة فنزلت إلا الذين تابوا فآمن ثم رجع قال ابن جريج قال عكرمة نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن السويد بن الصامت ووحوح بن الأسلت في 12 رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة فنزلت إلا الذين تابوا من بعد ذلك الآيات وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحارث بن سويد الأنصاري قتل المجدر بن زياد وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد ثم لحق بقريش فكان بمكة ثم بعث إلى أخيه الجلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه فأنزل الله فيه كيف يهدي الله قوما إلى آخر القصة وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح مولى أم هانئ أن الحارث بن سويد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لحق بأهل مكة وشهد أحدا فقاتل المسلمين ثم سقط في يده فرجع إلى مكة فكتب إلى أخيه جلاس بن سويد يا أخي إني ندمت على ما كان مني فأتوب إلى الله وأرجع إلى الإسلام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن طمعت لي في توبة فاكتب إلي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فقال قوم من أصحابه ممن كان عليه يتمنى ثم يراجع الإسلام فأنزل الله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوف عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم
قال هم أهل الكتاب عرفوا محمدا ثم كفروا به. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في الآية قال هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم وأقروا به وشهدوا أنه حق. فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسدا للعرب حين بعث من غيرهم. قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. الآية هذا خطأ من البزار. وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال اليهود والنصارى لن تقبل توبتهم عند الموت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال هم اليهود كفروا بالإنجيل وعيسى عليه السلام ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في الآية قال إنها نزلت في اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا بذنوب أذنبوها ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم ولو كانوا على الهدى قبلت توبتهم ولكنهم على ضلالة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله لن تقبل توبتهم قالوا تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل أيوة هو الكفر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد رحمه الله في قوله ثم ازدادوا كفرا قال تموا على كفرهم. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله ثم ازدادوا كفرا قال ماتوا وهم كفار لن تقبل توبتهم قال إذا تاب عند موته لم تقبل توبته نسأل الله السلامة. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا قال هو كل كافر. وأخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقال لو سألت ما هو أيسر من ذلك فذلك قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية. هذا لفظ ابن جرير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.